فر الكثير من الأهالي من مناطق سيطرة داعش، نجح بعضهم في الوصول إلى مخيمات قرب الحسكة السورية. هو مخيم قانا كان وجهة لكثير من الفارين من مناطق التنظيم، لكن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. مخيم قانا أحد المخيمات التي أقيمت جنوب الحسكة لاستقبال آلاف المدنيين والأبرياء الفارين عن مناطق داعش. ومع استمرار المعارك ضد التنظيم وتقلص مناطق سيطرته، نجح المئات من المدنيين في الهروب بحثا عن مكان آمن، لكن أوضاعهم تزداد سوءا في المخيمات مع ارتفاع أعدادهم. يا أخي احنا انهزمنا من داعش، انهزمنا، نريد نطلع انهزمنا، احنا نشوفهم يقصون بوالدنا قص وانهزمنا، احنا تريد نصير معاهم؟ ما نصير معاهم. وجينا مرضانين نريد نروح على الطبيب، وجم حجرونا هنا والشمس تنقح بينا، كل حز واحد ينغفش بيبنت بنتي، صار لنا 3 ليال، هل ايش لا تاكلوا هل ما تشربوا تراجعوا، ما بي الطب، ما بي الطب، الطب الجهال بالله عليك، لما يفرض جاهل يروح من تشيس من، من تشيس من ما يروح من تشيس من يا ابو. إدارة المخيم تحاول مساعدة النازحين من خلال تأمين الماء ووجبات الطعام لهم، بينما تقوم بعض المنظمات بتأمين الأدوية. يقول القائمون على المخيم إنهم يبذلون كل طاقتهم لتأمين الطعام والماء والأدوية. في عندنا تقريبا 4700 نازح، 750 عائلة. طبعا الأوضاع سيئة جدا، في عندنا وعود من المنظمات بس ما عم يقدموا الشيء، يعني شيء يكفي احتياجات الناس هذول. طبعا في الإدارة الذاتية عم تتحمل أعباء، مثل عم يجيبوا مي، عم يجيبوا خبز. تزداد معاناة الأهالي في مخيم قانا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر المياه النظيفة وانتشار القمامة قرب المخيم، إضافة إلى الأمراض التي بدأت تنتشر بين الأطفال كالإسهال والحرارة. عندنا نواقص في حالات مأساوية يعني للمخيم، ما في أي جهة يدعمنا بالنسبة للنازحين اللاجئين للمخيم القانا، وفي أمراض مستعصية كثيرة يعني مثل سرطانات التهاب الكبد، أمراض سارية يعني وإلى آخره يعني، واللي عندنا يعني يا دوب نقضي الأمراض السارية يعني، وما عندنا إمكانية نقضي جميع حاجات المرضى. مشكلة النازحين عن مناطق داعش تتفاقم مع استمرار المعارك ضد التنظيم. يأمل الكثير من الأهالي هنا أن يتم تحرير مناطقهم من التنظيم ليتمكنوا من العودة إلى بلداتهم وقراهم.